هنعمل طبق الكل بيحبه، هنعمل كنافة عش البلبل. باخد شعيرات بسيطة من الكنافة بحطها جنب بعض بهذه الطريقة، كمية بسيطة جداً فقط من المي برش على الكنافة، تختاروا أي شيء عندكم في المطبخ. وبحاول في الأول أحط الكنافة على القاع، لاحظوا كيف بعملها بهذه الطريقة، أضغط وألف وأبتدي أحط حبات الفستق في داخل كل قطعة. أنا بحتاج أضغط على الكنافة، سيبوها ساعتين ثلاثة على جنب. لخبز الكنافة بحتاج كمية من السمن، وهلأ بدخلها الفرن. أعزائي، بعد ما طلعت عش البلبل من الفرن مباشرة أوزع عليها، القطر يكون سخن، أرجو أنكم تجربوه ويعجبكم. وتفضلوا.